بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي الأدبي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التاريخ وبعنوان ضعف الدولة العثمانية. هنتكلم عن ضعف الدولة العثمانية في عوامل، بتنقسم عوامل ضعف الدولة العثمانية لعوامل ضعف داخلية وعوامل ضعف خارجية. عوامل الضعف الداخلية، بنتكلم عن ضعف الدولة العثمانية بعد السلطان سليمان القانوني. سليمان القانوني من أشهر سلاطين الدولة العثمانية، بعد حكمه ظهرت حكام ضعفاء في الدولة العثمانية لم يستطيعوا ان هم يسيطروا على امور الحكم والايالات العربية اللي هي مسيطرة عليها الدولة العثمانية. بسبب اول حاجة بنتكلم عن ضعف الدولة العثمانية في السلطان سليمان القانوني، اللي هي كانت انشغال الولاة وكانوا يتولون في سن صغيرة، مما يؤدي الى ان هم كانوا بينشغلوا بامور الطرف النواحي العباسية في الحكم، وكانوا غير مهتمين بالنظام الحكم وبالإيالات العربية والدولة العثمانية. وده الكلام ده حصل بعد السلطان سليمان القانوني، ضعف الدولة اللي هو كانوا الولاة بيتولون في سن صغيرة وإيه لم يهتمون بأمور الحكم ولا الولاية بسبب إيه ضعفهم. تاني حاجة اللي نتكلم عن ضعف الجيش. ضعف الجيش بيتمثل في ضعف السلاطين وضعف الكفاءة العسكرية، وإن الدولة العثمانية لم تتخذ الإجراءات أو الـ 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 الامور المهمه في الجيش، اللي هي بتسلح الجيش بالاسلحه الحديثه اللي هي متطوره زي الدول الاوروبيه. وبعد كده بنتكلم عن فقد الجنود مزاياهم العسكريه، ان الجنود كانوا بيعطون الرشاوي للوالي العثماني لمنحهم الرتب دون ايه دون الكفاءه العسكريه وانحطاط الكفاءه العسكريه في الدوله العثمانيه. ده سبب من اسباب ضعف الدوله العثمانيه، سبب داخلي. السبب الاسباب الداخليه بتتمثل في ضعف الدوله العثمانيه بعد السلطان سليمان القانوني، ان هم الولاه اللي كانوا بيمسكوا او كانوا بيتحكموا في البلاد العربيه كانوا بيبقى سنهم صغير وبيبقوا بيوجد بيبقى من احد اسباب ان هم بيبقوا في ضعفهم، وان هم كمان بيبقى ضعف الدوله العثمانيه بسببهم، بسبب الضعف ايه الدوله العثمانيه، ان هم كانوا بيتولوا في سن صغيره وانشغالهم عن امور الحكم وعن طريق الايه الطرف والحاجات دي كلها. ضعف الجيش، ضعف السلاطين، وضعف الكفاءه العسكريه، وفقد الجنود مزاياهم العسكريه. بعد كده بنتكلم عن عوامل خارجيه، اللي هو اول حاجه دخول الدوله العثمانيه حروب على حدود الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه دخلت حروب كثيرة مع بلدان أخرى، وكانت الدولة العثمانية بتبقى روسيا كانت على حدود البحر الأسود، فأرادت أن الدولة العثمانية أن هي تبقى ليها وجود في المنطقة اللي هي على حدود روسيا باستيلائها على مضيق الدردنيل ومضيق البسفور، ودخلت حروب على حدود الدولة العثمانية، مما أدى إلى إضعاف الدولة العثمانية. دي عامل خارجي، أن هي دخول الدولة العثمانية في حروب خارجية. تاني حاجة، تطور الكبير في أوروبا في كافة النواحي. أوروبا كانت متطورة في النواحي الثقافية والفكرية والعسكرية والاقتصادية في كل النواحي، مما أدى إلى إضعاف الدولة العثمانية وعدم أخذ الدولة العثمانية بأساليب التقدم في كافة النواحي مثل أوروبا. دي سبب إيه؟ سبب خارجي برضك. حصول السبب الثالث في العوامل الخارجية، حصول الأجانب على الامتيازات المالية والقضائية. الأجانب بدأت الدولة العثمانية بتترك الأجانب إن هي تاخد امتيازات اللي هي مزايا، واللي هي بتتملك بتبقى ليها بنوك خاصة زي الإنجليز والبريطانيين والفرنسيين، وبيبقى ليهم كمان امتيازات بيأخذوا من الدولة العثمانية إقطاعات أو إقطاعيات اللي هي الأراضي أو الإقطاعين، وظهور طبقة اللي هي الإقطاعيين. دول كانوا بياخدوا أراضي شاسعة من الدولة العثمانية بأجور أو بأموال زهيدة جدا، ودي أدت إلى تدخل الأجنبي بعد ذلك. هنكتب الواجب. سين واحد، اكتب ما تعرفه عن العوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى ضعف الدولة العثمانية. كده الدرس بتاعنا خلص، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.